باب جديد من أبواب العشماوية، باب الصيام. العبادات ثلاثة أقسام: عبادات بدنية محضة، الصلاة والصيام، وعبادات مالية محضة، الزكاة، وعبادة جمعت بين البدن والمال، عبادة الحج. ولماذا قسم الله عز وجل العبادات إلى ثلاثة أقسام؟ ليتم الابتلاء، لأن بعض الناس يصبر على بلاء البدن ويحب المال حبا جما، وبعض الناس يحب المال ولكنه يبذله ولا يبذل من بدنه. فكانت حكمة الله تعالى أن يبتلي العباد تارة في البدن وتارة في المال وتارة فيهما معا. الصيام عبادة بدنية محضة. الصيام معناه الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، أو ما يقوم مقامهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. يقول العلامة العشماوي: وصوم رمضان فريضة واجب. ودل على ذلك كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، بمعنى فرض. وبني الإسلام على خمس، ومنها الصيام، وأجمعت الأمة كلها على وجوب هذه الفريضة، فهي معلومة من الدين بالضرورة. صوم رمضان فريضة يثبت بإكمال شعبان، أو برؤية عدلين للهلال، أو جماعة مستفيضة. كيف يدرك شهر رمضان؟ أيها الإخوة، من عظمة الشريعة الإسلامية كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أنها جاءت على معهود الأميين، سهلة سمحة بسيطة يدركها جميع الناس. ولذلك الصلاة تدرك بالزوال وبغروب الشمس وبطلوع الشمس، وأما رمضان فيدرك بالهلال. يسألونك عن الأهلة، قالوا: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو كالشعرة ثم يصير بدرا؟ فقال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. المهم أن إدراك الشهر سهل لجميع الناس في كل زمان وفي كل مكان، لأن هذه الشريعة نزلت على معهود الأميين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فيثبت الشهر بإكمال شعبان، يعني بإتمام شعبان 30 يوما، لأن الشهر في الشرع إما 30 يوما وإما 29 يوما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا هكذا هكذا. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، ثم قال: الشهر هكذا 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 29 يوما. إذن بإكمال شعبان بإتمامه 30 يوما، أو برؤية عدلين للهلال. إذا رأى رجلان عدلان والهلال رؤيته عند المالكية من باب الشهادة،
وليست من باب الرواية، وهي مسألة أصولية معروفة. هل رؤية الهلال من باب الرواية فيكتفى فيها بواحد، أو من باب الشهادة فلا بد منها فيها من اثنين؟ عند المالكية من باب الشهادة، إذا رآه اثنان عدلان كبقية الشهادات اثنان. العدل هو الذي لا يفعل الكبيرة ولا يصر على الصغيرة، هذا هو العدل. أو جماعة مستفيضة، الجماعة المستفيضة جماعة كثيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب، والجماعة لا يشترط فيها العدالة، جماعة كثيرة ترى الهلال، فإذا كانت رؤية العدلين تثبت دخول الشهر فرؤية الجماعة المستفيضة الكثيرة سواء كانوا ذكرانا أو إناثا، عدولا أو غير عدول، المهم أن تكون جماعة مستفيضة يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب فيثبت بهم الشهر. إذن قال العشماوي رحمه الله تعالى: وكذلك الفطر، فطر دخول شوال يثبت أيضا بإكمال رمضان 30 يوما، أو برؤية الهلال، أو بالجماعة المستفيضة. ويثبت الصيام في أوله، في أول الشهر يبدأ الصيام، ويجب الصيام على العباد، وليس ويبيت الصيام في أوله. النية متى تجب؟ تجب النية في أول رمضان، وتكفي نية واحدة. واختلف العلماء، عند المالكية نية واحدة تكفي للشهر كله لأنها عبادة واحدة، وعند الشافعي لكل ليلة نية. ورجح بعض العلماء قول المالكية بأنه أيسر للمكلفين، ولذلك عند المالكية قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فدل ذلك على أن نية واحدة تكفي الشهر كله، وليس عليه البيات في بقيته، وليس عليه أن يبيت النية في بقية الشهر، ليس عليه أن ينشئ نية جديدة في كل يوم، نية واحدة تكفي الشهر كله. ويتم الصيام إلى الليل من طلوع الفجر، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الفجر، والخيط الأبيض هو دخول الفجر إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. وهنا مسألة عظيمة أيها الإخوة الكرام، بعض الناس يظن أنه يرى، يعني خصوصا في المدن، احنا الآن في المدن مع وجود الضوء، يظن أنه بعينه المجردة يستطيع أن يرى الخيط الأبيض من الخيط الأسود. والعلماء نصوا أنه في المدن التي يكون فيها الضوء والتلوث لا يستطيع المرء بعينه المجردة أن يرى دخول الوقت وخروجه، ولكن لو كان في الخلاء في هذه الحالة وتكون الرؤية ممكن يستطيع الإنسان أن يرى بعينه المجردة. إذن قال الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل. ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، هذا سنة. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واليهود كانوا يؤخرون الفطرة، ولكن هذه الأمة جعل لها الشرع تعجيل الفطر سنة، لكن بشرط أن يدخل الوقت وأن يتحقق من دخول الوقت، وأن لا يتعجل في الأكل والشرب قبل دخول الوقت. وحيث ثبت الشهر قبل الفجر وجب الصوم، وحيث ثبت الشهر بوسيلة من الوسائل الثلاث السابقة برؤية الهلال أو بعدلين أو بالجماعة المستفيضة قبل الفجر وجب الصوم على الناس، وإن لم يثبت إلا بعد الفجر وجب الإمساك. وإن لم يثبت يعني جاء الخبر بعد طلوع الفجر، وهذا كان يحدث كثيرا في الأزمان الغابرة حيث لم تكن شبكات التواصل الاجتماعي، ولم تكن المدن والقرى والحياة الاجتماعية كما هو واقع اليوم، بل قرى متباعدة ولا تصلها أخبار رؤية الهلال. فإذا ثبت رؤية الهلال بعد صلاة الفجر وعلم بذلك الناس وجب الإمساك لحرمة الشهر، ولا بد من قضاء ذلك اليوم لأنه من رمضان. والنية قبل ثبوت الشهر باطلة. بعض الناس يقول قبل الشهر، وهذا يحدث كثيرا قديما، يخافون من شهر رمضان وخصوصا في يوم الشك. وش يقول؟ يقول خلاص أنا نويت الصيام، فإن كان هذا اليوم من رمضان فأنا صائم، وإن لم يكن من رمضان فهذه نافلة. هذا لا يجوز، باطلة. لا بد من اليقين بأنه الشهر شهر رمضان، وتنوي نية جازمة قاطعة بأنه من رمضان. والنية قبل ثبوت الشهر باطلة، حتى لو نوى قبل الرؤية ثم أصبح لم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه. لو أن إنسانا نام قبل صلاة المغرب قبل أن تثبت الرؤية ونوى، قال أنا صائم وأنا اليوم في رمضان، وثبتت الرؤية بأنه في رمضان، فإن هذه النية لا تنفعه لأنها نية مترددة ومشكوكة، قد يكون ويحتمل أن يكون ذلك اليوم من رمضان ويحتمل أن لا يكون من رمضان. ولا يصام يوم الشك. يوم الشك هو يوم الغيم، يوم الثلاثين من شعبان، ذاك هو يوم الشك. إذا كانت السماء فيها غيوم ولا يمكن رؤية الهلال لا يجوز صوم يوم الشك، عند المالكية مكروه وعند بعض العلماء حرام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. ولما لا يجوز صيام يوم الشك؟ لا يجوز صيام يوم الشك احتياطا للعبادة. بعض الناس يقول إلى من رمضان أني صمت مش من رمضان من صموش، هذا لا يجوز، لا يجوز صوم يوم الشك. وبنو إسرائيل كما قال العلماء كانوا يحتاطون للعبادة وكانوا يحتاطون للصيام، فزادوا في أيام الصيام، كانوا يصومون يوما قبله ويصومون يوما بعده، فصار الشهر 32 يوما، ثم جاء جيل فصام يوما قبله ويوما بعده فصار الشهر 34 يوما، ثم جاء جيل وجيل إلى أن صار الشهر 40 يوما. أما شريعتنا الغراء كما قال الشيخ العلامة الطاهر بن عاشور في كتاب المقاصد، الشريعة منوطة بالضبط والتحديد، لا
يجوز الزيادة في العبادة، العبادة يحددها الشرع، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، ويجوز صيامه للتطوع. لو كان يوم الشك يوم الاثنين وكانت من عادة الرجل أنه يصوم يوم الاثنين يجوز أن يصوم يوم الشك، لا لأنه شك وإنما لأنه يوم اثنين. ويجوز صوم يوم الشك للنذر، من نذر إن شفي له شخص، إن جاء المسافر، امرأة عليها صيام أيام من رمضان لم تصمها طوال السنة فيجوز صوم يوم الشك إذا صادف. ويستحب الإمساك في أوله، يستحب الإمساك في أول يوم الشك، لأن الناس كانوا لا يستطيعون معرفة دخول الشهر، فقد يكون ذلك اليوم هو يوم رمضان، فتأتيهم الأخبار من القرى القريبة والمدن القريبة لتلك القرى النائية، ولذلك يستحب الإمساك، فإن كان من رمضان لم يفطروا لحرمة الشهر، لكن يجب عليهم القضاء للتردد في النية. إذن ويستحب الإمساك في أوله ليتحقق الناس الرؤية، فإن ارتفع النهار ولم تظهر رؤية أفطر الناس، وإذا ثبتت الرؤية أمسك الناس. ولا يفطر من ذرعه القيء، من غلبه القيء، إنسان خرج القيء بدون إرادته غلبه القيء يرجع من القيء شيئا فهذا صومه صحيح، لأن الذي يفطر هو ما يدخل لا ما يخرج، كما قال بعض الصحابة الفطر مما يدخل لا مما يخرج، فمن ذرعه القيء ولم يرجع منه شيئا وغلبه وسبقه بدون إرادته ولا تعمد فهذا صومه صحيح، إلا أن يعالج خروجه فعليه القضاء. من أخرج القيء متعمدا فهذا عليه القضاء ولو لم يرجع شيء من القيء إلى معدته. وجاء في ذلك أثر، من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن تعمد القيء فعليه القضاء. ولا يفطر من احتلم، من نام واحتلم فهذا إذا أصبح أو نام في الظهيرة فإن صومه صحيح. رفع القلم عن ثلاث، ومنها عن النائم حتى يستيقظ. والرجل إذا جامع أهله ولم يغتسل إلا بعد طلوع الشمس فصومه إلا بعد طلوع الفجر فصومه صحيح، لأنه لا يشترط في الصيام الطهارة. والمرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصيام ولو لم تغتسل، ودل على ذلك قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فالليل كله موضع للرفث، ولم يستثن الله عز وجل جزءا من الليل، ففهم بإشارة النص أن من اغتسل بعد طلوع الفجر فصومه صحيح. ولا يفطر من احتلم ولا من احتجم، الحجامة عند المالكية لا تفطر، لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، الحجامة هو من أجل العلاج، سحب الدم من الجسم من أجل العلاج، ولذلك الناس الذين يتبرعون بالدم في نهار رمضان صومهم صحيح، لأن رسول الفصد
من فسد وأخرج الدم من الحبات والقروح فصومه صحيح ولا يبطل صومه. وحديث أفطر الحاجم والمحجوم، جمع المالكية بين النصوص. احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، قال رسول الله أفطر الحاجم والمحجوم، قال المالكية كاد أن يفطر الحاجم والمحجوم. وكيف يفطر الحاجم؟ في القديم كانت الحجامة عن طريق مص الإنسان للدم، فالحاجم يمص الدم فيعرض نفسه للفطر، والمحجوم المريض يحتجم فيضعف ويحتاج إلى الأكل والشرب. وهذا الجمع يصار إليه جمعا بين النصوص، وهذا التأويل تأويل صحيح، والتأويل قسمان: تأويل فاسد بلا دليل، وتأويل صحيح بدليل. والجمع بين النصوص أولى من الترجيح، والجمع أولى من إهمال بعض الأدلة، والجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكن، وحيث لا إمكان فالتوقف. ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. وتكره الحجامة للمريض، نعم الحجامة لا تفطر لكنها مكروهة. تكره الحجامة للمريض خيفة التغرير، خيفة أن ترهقه الحجامة ويحتاج إلى الفطر. ولذلك التبرع بالدم، من استطاع أن يتبرع بالدم في الليل فهو أفضل حتى لا يعرض نفسه للضعف. ولكن لو تبرع بالدم أو الفصد أو الحجامة واحتاج إليها الإنسان في النهار فإن صومه صحيح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.